يلي الأمان هجرك ما تصلحه لو زعلان ارجع شروق فجرك والشمس نورها يبان الصحبة بتطمن والحب بيأمن ايه تاني قول خمن بيحسسك بأمان حضن الوطن حب الحياة فتش في جواباتك من صحابك من حبايبك افتكر ناسك تاني دور على اللي نور أحلى أوقاتك ده الأمان أجمل مكان بيزوره إحساسك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله طبيب القلوب صلوات ربي وسلامه عليه حبيب كل محبوب. دين المحبة والتآلف ديننا وبفضله شمل الجميع إخاء فالمسلمون جميعهم جسد إذا عضو شكى سهرت له الأعضاء. الحبيب الأعظم والنبي الأفخم يعطينا مقاما عظيما لمعرفة الصديق، فحقيقة الصديق كنز ثمين لأن الصديق أمان. ليس الصديق الذي تعلو مناسبه بل الصديق الذي تزكو شمائله إن رابك الدهر لم تفشل عزائمه أو نابك الهم لم تفتر عزائمه لكن الذي يدعي أمانه وباطنه من جمر أحقاده تغلي مراجله الصحبة بتطمن والحب بيأمن ايه تاني قول خمن بيحسسك بأمان الصديق أمان. الصديق أمان لأن الله تبارك وتعالى ذكره في القرآن الكريم، والحبيب المصطفى اختاره في حياته أن يكون له صديقا. فإن كان لك صديق فلديك وبين يديك مفتاح عظيم من مفاتيح الأمان. يقول الحق تبارك وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، ليكن بيننا أصدقاء، لنكن أصدقاء لآخرين في حياتنا. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يمكننا الشعور بالأمان ونحن نعيش في عزلة عن هذا الكون منفردين، أو لم نهرب في يوم من الأيام إلى صديق نبثه همومنا أو نطلب منه العون والإصغاء لنا لتفريغ ما في نفوسنا من هموم وغموم. فالصديق أمان. الصديق حقيقته أمان، هو الذي يأخذ بيدك ويقف معك في أحلك الظروف. الصديق عندما نسأل أنفسنا من أنفسنا بصدق: من هو الشخص الذي يعني لي في حياتي الكثير؟ هناك شخص في حياة كل واحد منا يعني لي الكثير، أتجرد أمامه من كل الألقاب، من كل المراتب، من كل ما يمكن أن يحول بيني وبين الناس. سنجد غالبنا نتفق على قاسم مشترك، أن الذي وقف معنا في الشدة وفي الأحزان
وفي الأوقات التي فيها شدة وفيها مشورة لأمر وقرار نتخذه في حياتنا هم أقرب الناس لنا، هم الذين كانوا أمامنا وكانوا أماننا، أمامنا في هذه المواقف العظيمة، أماننا لأننا أمنا بوجودهم في حياتنا. فحقيقة الصديق في حياته أنه أمان، أمان، لأن علماء النفس في هذا العالم الذي نعيش فيه أعدوا دراسات واجتمعوا ورأوا وجمعوا الناس وفحصوا ومحصوا واختبروا ووجدوا أن الشخص الذي يسعد وينعم بالأمان هو الذي يعيش وسط أصدقائه، له مجموعة من الأصدقاء يعيش بينهم، يجاذبهم أطراف الحديث، يأخذ من هذا ومن ذاك، يمازح هذا ويمدح الآخر، ويرتكب أشياء قد تكون من الطرف مع الأصدقاء، يعيش حياة طبيعية سعيدة كما عاشها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكدت هذه الإحصائيات وهذه النسب بصفة كبيرة جدا، وأوضحت الدراسة شعور الإنسان بصحة جيدة حينما يرتبط بصداقة قوية. ما علاقة هذه الدراسة بأن يكون الجار أمان؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا أننا إذا أردنا أن نعرف لماذا خلقنا الله لأربع أمور، من هذه الأربع إعمار الأرض، فلا يمكن لك أن تكون خليفة الله في أرضه وأن تعمر هذه الأرض بمفردك، لا بد لك من أصدقاء، لا بد لك من قيام علاقة سوية مع الناس، أن تبادل المشاعر مع الآخرين، أن تثبت أنك إنسان حي تتفاعل، فالذي لا يتفاعل هو الذي توفاه الله سبحانه وتعالى. أثبتت جميع الدراسات أن خلاف هذه المشاعر للإنسان المعتزل. الإنسان يبحث عن الصديق ويبحث عن الأمان في الصديق، فالصديق أمان، أمان لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. من هو خليلك؟ من هو الخليل؟ الخليل هو الذي تخللت محبته قلبي، دخلت محبته أرجاء أجزاء دهاليز قلبي، فتخللت المحبة هذا القلب فأصبح خليلا. لأجلها قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله. إذن هناك أصحاب يصحبونك لله، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، هو الذي يبادر بكل شيء. وبهذا يكون الصديق أمان في الدنيا، وأمان في البرزخ، وأمان في الآخرة. فانتقي صديقا لك في هذا الوجود. يقول رب العزة جل جلاله وتعالى في علاه: والصاحب بالجنب وابن السبيل. قد يكون صاحبك في جوارك، صاحبك زميلك في العمل، صاحبك يسكن الحي الذي تسكنه، يسكن المبنى الذي تسكنه، صاحبك في نفس البلدة التي أنت فيها. أوصى الله عز وجل بحقوق له، لما؟ لأن له حق الجوار وحق الصحبة. لماذا؟ لأن الصديق أمان. الله تبارك وتعالى يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يتقابلون كما كانوا يتقابلون في الدنيا يتقابلون في الآخرة. فالذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية يجمعنا بإذنه جل جلاله وتعالى في علاه في جنة قطوفها دانية. ما الذي يحصل بعد أن اجتمعنا ونحن أصدقاء، كل واحد منا أمان للآخر؟ قال تبارك وتعالى: ورضوان من الله أكبر. الرضوان الأكبر يحصل لمن كان في قلبه الأمان وهو الصديق. الصديق أمان لأقوال سيدنا صلى الله عليه وسلم في ذلك الكثير والكثير، حتى أنه نسب الصديق له فقال: دعوا صاحبي لي، وهو الذي قال وأعطانا معايير: لا تصحب إلا مؤمن محب، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ولا يأكل طعامك إلا تقي، يقدر هذا الطعام الذي قدمته له. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب من قل شقاقه
وكثر وفاقه. الله أكبر. قل شقاقه، ليس بيني وبينه صداع، ليس بيني وبينه صدام، ليس بيني وبينه إشكاليات. قل شقاقه وكثر وفاقه، وهو الرفيق. يقولون الرفيق قبل الطريق إذا أردت أن تسافر، هذا من كلامه روح له الفداء. من قل شقاقه، لو ربما يكون بينك وبينه شقاق لأن هذه دنيا وهذه أنظار مختلفة، لكن يكون بينك وبينه وفاق. قال: من دعاك إلى الدار الباقية وأعانك إلى العمل فهو الصديق الشفيق. الإنسان الذي يدعوك إلى أمر للدار الباقية وينزع عنك أشياء في هذا الوجود، ثق أنه هو الصديق الشفيق، فهو أمان لك. قالوا: هناك صاحب يأخذ بيدك إلى الله ويكون صاحبا لك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وهو من زينة الحياة الدنيا. الصديق يا حبيب قلبي وروحي أمان. وصية الإمام الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: اصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلت صدق قولك، وإن صلت شد صولتك. لو كان لك حرب أو كان لك خصومة مع أعداء كان معك في ظهرك، وإن صلت شد صولتك. هذا هو الصديق الأمان. في الدفاع عن نفسك يكون أول واحد معك، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن بدت عنك ثلمة رأى منك عيبا سدها. الله أكبر. وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتداك. لماذا تسكت؟ حدثني، أسمعني صوتك. وإن نزلت إحدى الملمات بك واساك. هذا هو الصديق الأمان حقا. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته الذي تختاره صاحبا لك وصديقا لك وأمان في الدنيا خمس خصال. خمس خصال هي التي تجعل هذا الصديق أمان لك: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق ولا حريص شحيح، لا حريص على الدنيا. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع اجتمعت فيه صفات الصديق الأمان، لا ينتفع بها في الدنيا وحده، بل ينتفع ومن يصاحبه، ينتفع في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. حقيقة الأمر أن الصديق أمان. بعض الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى وعليهم رضوان الله يقولون كلمة عظيمة، يقولون: استكثروا من الإخوان، أي من الأصدقاء، فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. فالصديق أمان لك في الدنيا وفي الآخرة. يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ورضي عنه: عليكم بالإخوان، الإخوان الذين هم أحباب لكم، الذين يواسونكم في الأفراح وفي الأتراح، يكونون معكم يدا بيد، فإنهم عدة في الدنيا، يقول الإمام علي، وعدة في الآخرة. ألا تسمعون إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ أهل النار يقولون: ما عندنا أصحاب، لو كان لنا أصحاب لشفعوا لنا فخرجنا من النار. ما أعجب حب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ملأت محبة الحبيب قلبه حتى أنه عندما مرض الحبيب دخل الصديق عليه فرآه على فراش المرض، فعاد إلى بيته، فما وصل إلى البيت إلا وقد سقط على الأرض مغشيا عليه من شدة ما يجد من الحزن على قلب رسول الله. فلما تشافى رسول الله ذهب إلى الصديق فزاره، فلما رآه دبت الحياة في قلب الصديق، فوقف على قدميه وقال هذه الكلمات: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني، فشفيت من نظري إليه. حبيب قلبي وروحي الصديق أمان. فابحث عن صديق يكن لك أمان. دمتم في أمان.
قال صلى الله عليه وآله ووالديه وصحبه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، فالصاحب الصالح أمان. يلي الأمان هجرك ما تصلحه لو زعلان، ارجع شروق فجرك والشمس نورها يبان. الصحبة بتطمن والحب بيأمن، ايه تاني قول خمن بيحسسك بأمان. حضن الوطن حب الحياة، فتش في جواباتك من صحابك من حبايبك، افتكر ناسك تاني، دور على اللي نور أحلى أوقاتك. ده الأمان أجمل مكان بيزوره إحساسك.